تشجع على التحسين والتفوق وتكريس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن السلوك ونبذ العنف والحفاظ على البيئة ومراعاة حقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي. مدير مدرسة فاروق في عصفيا سعيد أبو فارس اعتبر هذه الجائزة مفخرة واعتزازا جميعا. مدرسة فاروق بتقوم في عمل مع كل من في المدرسة، مش بس من عصفيا، في عندنا كمان أشخاص آخرين تلاميذ المدرسة ويتعلموا فيها، في عندنا من دروس، في عندنا من المسلمين وفي عندنا طلاب أيضا اللي من خارج البلاد اللي بيدخلوا بيتعلموا في المدرسة على أعلى مستوى من جميع النواحي، بياخذوا كل ما يتطلب كل طالب عشان يجتاز المراحل الابتدائية ويصل المراحل الإعدادية ومن ثم المراحل الثانوية. ما هي مميزات مدرسة فاروق؟ سؤال وجهناه إلى مدير المدرسة. تتميز في عدة نواحي خاصة في التربية، نحن نقصد على ناس من ناحية تعرف على الكرمل.